بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الموقع الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلا شك أن مصر تمر بمرحلة فارقة ولحظات حاسمة، وكأن العالم بأسره قد حبس أنفاسه ورقب وترقب عن كثب ما يجري على أرض الكنانة وقلعة الإسلام. والكارهون لما أنزل الله وأعداء الله والطابور الخامس يراهنون أن الدولة والجولة ستكون لهم، وهيهات هيهات. فعلمانيتهم وليبراليتهم إلى زوال، فإنها تعاني سكرات الموت وتقاسي حلاوة الروح. وما هذه المقالات ولا التصريحات ولا الجعجعات التي يسممون بها الأجواء عبر إعلامهم العميل؟ ما هو إلا حلاوة الموت ورقصة الروح، ما هو إلا حلاوة الروح ورقصة الموت. وإن لم يكن الأمر كذلك عباد الله، فإنا نقول لهم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. عباد الله، إذا كان من المسلمات أننا نمر بلحظات حاسمة وخطب جلل وساعات فارقة، فلا شك كذلك أننا لن نخرج من عنق الزجاجة، ولن تصل مصر إلى بر الأمان إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محتاجين عباد الله في تلك الفترة الراهنة الحساسة أن نتحلى بالإخلاص، وأن نتجرد لله جل وعلا، وأن يكون لنا حظ ونصيب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه مجاهدا في سبيل الله. إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. محتاجين أن نصدق مع الله جل وعلا، والصدق منجاه. وقديما قالوا: قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب نفسك. محتاجين أن نستشعر ضعفنا وعجزنا وفقرنا، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله.
محتاجين أن نبذل من أقواتنا وأوقاتنا لأمتنا ودعوتنا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. محتاجين أن نتعاون ونتعاطف ونتآلف ونتكاتف، ورائدنا في ذلك قول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محتاجين عباد الله، ونحن في هذا الزخم وتلك الزحمة للمستحدثات السياسية المتلاحقة وما يتمخض عنها من انتخابات وتحليلات وأحداث ساخنة، محتاجين ألا نفرط في متابعة ذلك ونهمل قلوبنا وأرواحنا وإيماننا وقرآننا والذي هو مادة حياتنا وسر سعادتنا. محتاجين في تلك الفترة الحاسمة الراهنة أن نتفاءل وأن نحسن الظن بالله جل وعلا، وأن نردد مع شاعر الإسلام قوله: أخي في العقيدة لن نيأسا، قريبا سيجلو الصباح المسا، وسوف نزف إلى العالمين بشائر تنسي ظلام الأسى، فإنا مع الفجر على موعد عساه يكون قريبا عسى. محتاجين أن نعرض أنفسنا على مرآة القرآن الكريم، وأن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، ومن حاسب نفسه هنا في هذه الحياة الدنيا خف حسابه هناك، وكان هو المعني بقوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. باكورة ذلك وأول بند من بنود المحاسبة أن نتساءل: هل اتقينا الله جل وعلا؟ وكلنا قد علم أن التقوى هي الغاية التي شرع الله عز وجل لأجلها كافة العبادات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل اتقينا الله عز وجل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واللذين هما طوق نجاتنا؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هل اتقينا الله عز وجل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لم يشهد التاريخ على طوله وعرضه جيلا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كجيلهم الذهبي؟ وكيف لا وهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، شهود الشريعة ونقلة العقيدة وحفظة الملة، والنخبة التي سطرت بأيمانها فضائل لفرط حسنها تبدو لأول وهلة وكأنها أساطير الأولين. ولك أن تتأمل أخي كيف أن تلك الثلة المباركة رفعت ورفرفت بأيمانها راية التوحيد والإيمان، ونكست على أيديهم ألوية الشرك. لك أن تتخيل كيف غير الله عز وجل بهم وجه الأرض وأنار بهم العالم بعد أن كان يرزح تحت ظلمات الكفر ووطأة الوثنية قرونا متطاولة. تعرفوا
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرفوا لهم فضلهم، ولا يعرفوا فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. هل التقدير عز وجل في علمائنا؟ وإلا فلولا ما من الله عز وجل به علينا من علمهم وفقههم ونورهم لكنا والبهائم سواء بسواء. وقد بين الله عز وجل كيف أن أهل الغواية والضلالة والجهالة لما لم ينتفعوا علم العلماء ونصح الناصحين كانوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل تألمنا وتوجعنا وبكينا وتباكينا لأننا لم نحج هذا العام؟ ولا يمنعنا ذلك أن نفرح لمن من الله عز وجل عليه بالحج، ونحمد الله عز وجل على ذلك. هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وحاولنا جهدنا أن نحجم كارثة ككارثة الإدمان والتي غدت مصيبة عمت بها البلوى؟ فمنطقة دربالة أصبحت وكرا للمخدرات، والأمريكان وكر، والفلكي وكر، وأبو سليمان وكر، وكأن العالم كله أصبح وكر كبير. هل اتقينا الله عز وجل في عقيدتنا وتوحيدنا، وطهرنا قلوبنا من الشرك والرياء والسمعة؟ هل اتقينا الله عز وجل في ديننا فحققنا الإيمان والإسلام والإحسان؟ هل اتقينا الله عز وجل في شريعتنا وحاولنا جهدنا أن تكون دستور حياتنا الخاصة، وحاولنا جهدنا بعد ذلك أن تكون هي الرائدة والحاكمة والقائدة وإن رغمت أنوف؟ عباد الله، إن التحاكم لغير شرع الله عز وجل، والذي هو أخطر وأنتن ما تضمنته تلك الوثيقة الملعونة التي هي التفاف على إرادة الشعب وخيانة له، إن التحاكم لغير شرع الله عز وجل والذي هو أخطر وأنتن ما تضمنته تلك الوثيقة الملعونة التي هي التفاف خطير على إرادة الشعب وخيانة له، والتي سطرها علي السلمي بوحي من الشيطان، إن لم يكن الشيطان نفسه هو الذي سطرها ودونها وسودها. إن التحاكم لغير شرع الله لون من ألوان الوثنية، ورد إلى مزابل الجاهلية. ولك أن تتأمل كيف أن الله عز وجل بعدما ذكر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
فالحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، والدين ما شرع الله، والعبد عبده، والأمر أمره، والخلق خلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. عباد الله، لقد فشلت كافة النظم الأرضية على كافة الأصعدة وأعلنت إفلاسها، وما آثار الدمار الشامل والخراب الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والتعليمي والإعلامي، والذي تجرعنا غصصه زمنا في عهد النظام البائس سيء السمعة. ما هذا الفساد العارم إلا نتيجة حتمية لتنحية شرع الله جانبا. عباد الله، إن الإسلام هو المنقذ والأمل الأخير للبشرية، إن الإسلام هو المنقذ والأمل الأخير للبشرية، وإن المنهج الإسلامي والأجندة الإسلامية والحل الإسلامي والنظام الإسلامي والمشروع الإسلامي، كما أنه خارطة الطريق التي تدلنا على الجنة وتأخذ بنواصيها إلينا فهو كذلك خارطة الطريق التي تدلنا وتكفل لنا الرخاء والرقية والحياة الكريمة في هذه الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإيمان هو الطريق الأوحد للسعادة الحقيقية الأبدية. ولك أن تتعجب أخي إذا علمت أن أكثر المناطق في العالم على الإطلاق التي يكثر فيها رصد حالات الانتحار بين الكبار والصغار في أغنى دول العالم على الإطلاق في السويد وفي سويسرا. فالإيمان إذن هو طريق السعادة، وإلا فهؤلاء لم تغني عنهم أموالهم من الله عز وجل شيئا، ولم يشتموا بها شيئا من رائحة السعادة، ولذلك جعلوا يجهزون على أنفسهم على مثل هذا النحو. تجد عندهم وبئس ما عندهم نواد للمنتحرين، وكتبا ومصنفات ومؤلفات في طرق الانتحار المختلفة. ومن أعجب ما عندهم أن عندهم مطاعم تسمى مطاعم الوجبة الأخيرة، وجبة الوداع، حيث يمتلئ هذا الموقع وذاك المكان بالمنتحرين الذين أوشكوا أن يجهزوا على أنفسهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عباد الله، الإسلام منهج حياة، فعيب وحرام والله أن يكون على هامش الحياة. الإسلام هو مصدر عزنا ومنبع كرامتنا، ونحن من غير الإسلام أصفار لا قيمة لنا. يقول عمر رضي الله عنه في كلمته الخالدة التالدة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره
أذلنا الله. هل علمنا عباد الله أن انتصار الإسلام حتمية تاريخية، وأن الإسلام سجل ولا يزال يسجل انتصارات تفوق الحصر؟ وقد كان آخر هذه الانتصارات تلك الثورات العربية التي لم تجد لها معقلا تخرج منه إلا المساجد. انتصر الإسلام يوم أن اتخذ الثوار في كافة مناحي العالم الإسلامي من يوم الجمعة موعدا لانطلاق ثورتهم، بعد اصطفافهم للصلاة وتضرعهم بين يدي الله جل وعلا. انتصر الإسلام يوم أن عادت قضية تحكيم الشريعة إلى الصدارة كما أرادها الله عز وجل. انتصر الإسلام يوم أن انطلقت الألسنة وتعالت الأصوات صارخة: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتصر الإسلام يوم أن رأى العالم أجمع كيف أن هؤلاء الشباب الذين أراد لهم الأعداء وأولياء الشيطان أن يشيطنوهم ويضلوهم عن سواء السبيل، إلا أنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا، فلم تمسخ هوية الجيل ولم تمسخ عقيدته بحمد الله. وحسبك من هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم أنهم هتفوا من حر قلوبهم وأقروا وأيقنوا أن الله عز وجل وحده هو الذي أسقط النظام، كما أنه هو وحده جل وعلا الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هل حققنا الأخوة الإيمانية؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة ذلك: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالإيمان بالله والحب في الله قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب معه الآخر. لقد حقق الرعيل الأول تلك العاطفة الإيمانية أعظم تحقيق، فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه يمر بأخيه لأمه وأبيه وقد أوثقه رجل مسلم، فقال مصعب لأخيه المسلم: أشدد على يديه ولا تفرطن فيه، فإن له أما غنية تشتريه وتفتديه بما شئت. فقال له أخوه الوثني النسبي: أهذه وصيتك بي؟ فما كان من مصعب إلا أن رد الأمور إلى نصابها ووضع النقاط على الحروف وصحح المفاهيم قائلا: إنه أخي دونك. وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغاثه الله عز وجل، ما كان من أبي بكر رفيق روحه وشقيق دربه إلا أن قال: فما زال رسول الله يشرب حتى رضيت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشارب، وأبو بكر رضي الله عنه لفرط محبته لصفيه وخليله كأنه هو المرتوي الذي
تجري الماء في ضلوعه. وعلى الأثر قال بعض السلف: إني لأضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي. وهذا تجسيد من هؤلاء النبلاء لما أراده الله عز وجل منا، أن نكون ككيان واحد ونفس واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقد عبر القرآن العظيم عن ذلك أصدق تعبير، يقول جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم. والمراد بالنفس في ذلك كله هو أخوك المسلم، أخو الإيمان وشقيق العقيدة وتوأم الروح. يقول حكيم الإسلام: لا تكتمل الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. أخي أنا أنت وأنت أنا، رباط العقيدة قد ضمنا. فمهما تضورت جوعا هناك تضورت جوعا لجوعك هنا. ويقول الآخر معبرا: كيف امتدت واتسعت رقعة الأخوة الإيمانية إذا كبرت في جموع الصين مأذنة، سمعت في الغرب تكبير المصلين. أخا الإيمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا اشتكى مسلم في الصومال أرقني، وإن تمزق عربا لدى بشار أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى صنعاء بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. عباد الله، هل عادينا أعداء الله جل وعلا؟ هل عادينا أعداء الله جل وعلا سيما الشيعة وعداؤهم لهذه الأمة عداء صارخ عميق الجذور؟ فالشيعة هم الذين تمالؤوا مع التتر حتى سقطت بغداد. الشيعة هم الذين تحالفوا مع المجر ضد الدولة العثمانية. الشيعة هم الذين سلموا باكستان الشرقية لقمة سائغة للهندوس. الشيعة كذلك هم الذين يمنعون منعا باتا إلى يوم الناس هذا أن يبنى مسجد واحد فقط لأهل السنة في طهران، بينما تضم العاصمة الشيعية 12 كنيسة وأربعة معابد لليهود، وعددا من معابد المجوس عبدت النار. الشيعة هم الذين يبذلون اليوم ببذخ لتصفية أهل السنة في سوريا، وهيهات هيهات، فهم الذين سيبادون ويذهب بهم إلى جهنم بإذن الله. وبالأمس فقط رأى البعض رؤيا فحواها أن الشعب السوري يهتف عن بكرة أبيه: يا بشار يا بشار فتحت لك أبواب النار.
الشيعة عباد الله هم الذين يحاولون جهدهم تشييع مصر، وآخر ما قاموا به في هذا الصدد تأسيس حزب شيعي له ما لحزب النور والحرية والعدالة وغيرهما، وعليه ما عليهما. أما اليهود فهم أضر الناس للناس وأفسد الناس للناس، ووراء كل جريمة يهودي. وما حدث مؤخرا في سيناء من استفزازات وجر شكل ليس بجديد على القوم، فتاريخهم الأسود طافح بالجرائم. فهم الذين أججوا نار الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهم الذين دقوا طبول الحرب إبان الحروب الصليبية. مأساة القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكي كان وراءها المرابون اليهود. مذابح المسلمين في فلسطين بداية من بيت جالا ودير ياسين وتل الزعتر، ومرورا بخان يونس ومذبحة قانا، ثم إحراق المسجد الأقصى وذبح الفلسطينيين وهم أحياء، وقتلهم من الوريد إلى الوريد وهم أحياء، وإحراقهم وهم أحياء، وإلقاؤهم من الطائرات وهم أحياء، وانتهاء بمذبحة غزة وعملية الرصاص المصبوب. كل ذلك ما تم إلا على أيدي هؤلاء المجرمين. اليهود عباد الله هم صانع الشيوعية ومؤسس الماسونية، واليهود هم الجامعة الكبرى التي تخرج منها أكابر المجرمين في العالم. فابن صياد يهودي، والدجال يهودي، وستالين يهودي، ولينين يهودي، وابن سبأ يهودي، وفرويد يهودي، وأتاتورك يهودي، وليبرمان وشارون وموشا ديان وباراك أوباما ونتنياهو، وكلهم كل هؤلاء يهود مجرمون أو موالون لليهود، أعداء الله عز وجل وأعداء هذه الأمة. وهؤلاء يتحركون عن عقيدة، فلن يواجههم إلا أناس يحملون عقيدة. أما النصارى فلا يقلون خطرا عنهم، سيما أقباط المهجر الذين يحاولون جهدهم تأجيج الفتنة الطائفية. وما مسبير منا ببعيد، وصدق الله إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أخيرا عباد الله نقول: لا بد من محاسبة قبل المحاسبة، تواصلا مع كشف المحاسبة نختم بقولنا: هل اتقينا الله عز وجل في أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل اتقينا الله عز وجل في ألسنتنا فكل صغير وكبير مستطر؟ هل اتقينا الله في أقواتنا وأوقاتنا فلا تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
هل اتقينا الله عز وجل في أولادنا؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل اتقينا الله في أزواجنا؟ نزولا على قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. هل اتقينا الله في والدينا؟ وقد قرن الله قضية برهما بأخطر قضية على الإطلاق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل اتقينا الله في أرحامنا؟ وقد قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل اتقينا الله في جيراننا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، أي لا يزال جاره يتوقع منه وينتظر في كل يوم وليلة عذابا يصبه عليه صبا ليجعل عيشه كدا كدا. عباد الله، لا بد من محاسبة قبل المحاسبة، وقد كانت هذه إطلالة سريعة وتصفح عابر لقاموس المحاسبة، والذي أمرنا فاروقنا أن ندمن النظر فيه وأن نواظب على مطالعته ونتعاهد أنفسنا به. يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.